النهارده بنستكمل اللقاءات مع السادة الوزراء كلهم في حقيبته. النهارده معانا السيد وزير النقل، اتكلمنا معاه في العديد من المشروعات القومية القائمة عليها وزارة النقل. خليني اقول لحضرتك حاجة، وزارة النقل تحديدا في التوقيت الحالي من اهم الوزارات لانها قايمة على العديد من المشروعات القومية المتعلقة بالبنية التحتية، سواء في الطرق سواء في الكباري سواء في تطوير عملية منظومة النقل بالكامل، في عدد المزلقانات، عدد القطارات التي يتم تطويرها، الموازنة المتعلقة بالوزارة، ما سوف يتم خلال المرحلة القادمة. النهاردة من الأيام المهمة لأن في وزيرين بيحملوا حقائب هامة جدا، سواء كان وزارة النقل أو وزارة البترول، وتم تناول أو الاستماع إلى بيانهم وتناول عدد من الموضوعات حوالين عمليات التطوير، بالذات نحن أمام مجالين في غاية الأهمية بالنسبة للاقتصاد المصري ولين انعكاسات مباشرة على قوة الاقتصاد وعلى حجمه، وبالتالي كان من المهم الاستماع ليهم. دورة الانعقاد دي اعتقد الدور الرقابي هو اللي هيبقى دور بارز جدا جدا، ده محتاجينه. المواطن بيسأل اسئله كتيره احنا بنحاول ننقلها. الحقيقه كمان الاسبوع ده هيبقى اسخن الاسابيع لانه هو الاسبوع اللي فيه الوزراء المعنيين بامور الناس بشكل مباشر، بشكل يؤثر في حياتهم تماما، تضامن، صحه، نقل، عدل. فهو اسبوع يعني اعتقد هيبقى مليان ودسم. هو بيان وزير النقل بصراحه مستفيض، لكن انا كمان نوهت انا كنائب لازم انقل صوت الشارع ولازم انوع عن بعض النقط اللي انا شايفاها. فمثلا في دلوقتي الفتحات اللي بتتم العشوائيه اللي بيعملها الاهالي ايا كان، بس بسبب بعض وفيات كتير. وغير كده في مثلا عندي انا في القريه في مدرسه في البر الثاني، فبيضطر الاطفال طلبه ابتدائي ان هو يعدي طريقين عشان يوصل للمدرسه دي، واكيد دي مش عندي بس، اكيد دي في محافظات كتير. فليه دلوقتي ما بيتمش وضع خطه ممنهجه لاقامه كباري المشاه